السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير، ان شاء الله تكونوا بالصحة وسلامة. وصلنا لموسم الايفونات، كثير من الاشخاص الحين راح يبدلوا ايفوناتهم من الاندرويد الى ايفون، ايفون الى اندرويد، اندرويد الى اندرويد، ايفون الى ايفون، راح يشتري ايفون 12، راح يشتري ايفون 11، راح يتنقلوا من جهاز لجهاز. فاليوم جبت لكم طريقة كيف ننتقل من الايفون القديم الى الايفون الجديد. هذا الايفون الرهيب، لاحظوا، واو، هذا أقدم آيفون نزل في العالم، آيفون 2G نزل 2007. بصراحة ما لي كلام، راح أعمل مقارنة مع الآيفون 12 أول ما يوصلني إن شاء الله وياكم، لكن خليه الحين على صوت. راح نشوف كيف نقدر ننقل بيانات الواتساب بكل سهولة بضغطة زر. حاليا ما تقدر تسوي هذا الشيء بدون برامج، الطريقة معقدة وصعبة ولازم تسوي باك اب كامل او نسخة احتياطية كاملة بعدها ترجعها او تشتري بيانات اي كلاود، والموضوع معقد جدا. لكن اليوم عندي لكم تطبيق بسيط جدا راح يحل هذه المشكلة بضغطة زر، ضغطة زر، ايوه. لكن قبل لا نبدا، اذا كنتم من عشاق تقنية او عشاق شركة ابل، فكروا في الاشتراك في القناة، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات مفيدة لمشاهدينا الاعزاء. خلينا ندخل في التفاصيل. خلينا نشوف التطبيق، راح احط رابطه تحت الفيديو، راح تطلع لكم هذه الصفحه، نضغط على التنزيل اذا كان عندكم ويندوز، واذا كان عندكم ماك ضغطوا هنا، انا نزلته وخلصت. وهذا هو التطبيق، هذه ايقونته مثل ما تشوفوا، نضغط عليها راح تطلع لنا هذه النافذه. بعدها نروح على واتساب الترانسفر، طبعا هنا اقسام ثانيه راح يحل لك مشاكل كثير هذا التطبيق، لكن احنا متخصصين في هذا الفيديو عن الواتساب ترانسفر او انتقال الواتساب من تلفون الى تلفون. فنضغط عليه راح تطلعنا نافذه اخرى خاصه بانتقال الواتساب، هذه هي النافذة الرئيسية. طبعا هذا القسم راح يحول لك هذه المحادثات لهذا التطبيقات كلها، وي شات، فايبر، كيك، ولاين، لكن احنا راح نتكلم عن الواتساب لانه هو اهم شيء بالنسبة لنا. في عندنا اربع خيارات، وهو هذين الخيارين احلى خيارين. الخيار هذا يعمل لك نسخة احتياطية من الايفون الى الكمبيوتر. خلينا نشوف كيف بكل سهولة. نجيب الكيبل وسمع سمع 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 الحركة، سمع الحركة. يا زين اللي شحني. هذه حركة مسويها عن طريق سيري شورتكتس، حس انها غبية بس كنت اجرب شيء. انزل بعدها اني افتح تلفون واضغط على الباك اب، راح يحاول يتصل، كونكتد، خلاص تم الاتصال، وراح يبدا نقل الواتساب من الايفون الى الكمبيوتر بكل سهولة. ما راح ينقل الايفون كامل، ياخذ 3 ساعات، لا، لو تلاحظوا شوف السرعة الحين عندنا واصلة 2%، راح ينقل كل مساحة الواتساب مهما كان حجمها الى الكمبيوتر. تقدر تنقلها الى الفلاش، تختار بالطريقة اللي تبغاها. الحين نفترض انك نقلت محادثات الواتساب للكمبيوتر وعندك تلفون جديد، خذيت تلفون جديد، هذا التلفون مثلا خلينا نشبكه، وتبغى تنقل الواتساب المحادثات اللي انتقلت من هذا الايفون الى الكمبيوتر، راح ينتبهها من الكمبيوتر الى الايفون مثلا بعد اسبوع من العمليه اللي سويتها. كل ما علينا ان نروح هذا الخيار هنا، نضغط عليه، نخلي نوافق، وخلاص راح يتواصل مع الايتونز وينقل المحادثات. لكن في عندنا طريقة أسهل، بدل لا تنقلها بالكمبيوتر، لا، تنقلها دايركت من آيفون إلى آيفون، من أندرويد إلى أندرويد، من آيفون إلى أندرويد، من أندرويد إلى آيفون، على راحتك أنت اللي تباه راح يصير في ثواني. كل ما علينا أن نشبك الآيفون الأول أو الجهاز الأول، بعدها نشبك الجهاز الثاني، طبعا نتأكد أنه موافقين. أوكي خلاص تمام. بعدها نرجع نروح هذا الخيار، هذا أهم خيار موجود في هذا التطبيق، نضغط عليه راح يتصل بالجهازين. خلاص اتصل. الحين أقدر أعكس بين هذا التلفون واللي هذا التلفون من هنا، لاحظوا بكل سهولة أضغط الترانسفر، لكن أنا ما أبغى يضغط، ما أريد ينقل البيانات، لأن هذا التلفونين بعدهم مش الجداد، مش الآيفون 12، لما ينزل الآيفون 12 راح أسوي هذه العملية. عموما هذا التطبيق مجاني وفي هذه الخدمات اللي عليها، صح مثل ما تشوفوا الخطوة الأولى والثانية، إذا تبوا الثالثة والرابعة لازم تشتروه. خلينا نشوف لو بغيت أشتري بكم قيمته معاكم، راح أحاول من شركة تعطينا خصم. شوف
تقول ان مدى الحياة فقط $40 لخمس اجهزة محمول، لخمس اجهزة تقدر تستخدم هذا السوفتوير في كمبيوتر واحد $40. راح احاول احصل خصم من هذه الشركة واحطه تحت الفيديو، راح اكلمهم اليوم ان شاء الله. هذا كان الفيديو لهذا اليوم، اتمنى انكم استفدتوا من هذا الشرح السريع والبسيط واتمنى انه فادكم. اكتبوا لنا في التعليقات اذا عندكم مشاكل في نقل البيانات، واذا تواجهوا مشاكل، اذا شفنا المشكله كومن او عامه راح نسويها فيديو ونحلها وياكم باذن الله. شكرا لكم على المتابعه والدعم والكلام الجميل، ولحد الفيديو القادم اشوفكم على خير باذن الله.